هذا غصن زيتون عفرين، وشتان بينه وبين ما اسمه المعتدي التركي عملية غصن الزيتون التي قلبت المفاهيم وجعلت من هذا المصطلح الدال على رمز السلام رمزاً لآلة القتل والدمار الأردوغانية التي صبت جام غضبها على المدنيين بعدما كسرت شوكتها هناك على جبهات القتال. ضد كل الهجمات، ضد كل الهجمات الداخلية والخارجية، الداخلية والخارجية على مبدأ، على مبدأ الدفاع المشروع، الدفاع المشروع. وليأتي رد الفعل على هذا العدوان مفاجئا للمعتدي عبر تخريج الدورة 31 لقوات الحماية الذاتية والتي أطلق عليها اسم مقاومة عفرين، حيث استمرت الدورة المذكورة لمدة 45 يوما في أكاديمية الشهيد نضال يوسف في بلدة كباكا. انتهت دورتنا التدريبية التي أطلقت عليها دورة مقاومة عفرين، وبمشاركة 3500 مقاتل من كافة مكونات الشمال السوري. وهنا نقول نحن مستعدون لرد أي هجوم على مناطقنا. شهدت الدورة أقبالا كبيرا من أبناء الشمال السوري، اصطفوا جنبا إلى جنب دون تمييز عرقي. وأكثر ما لفت عين العدسة غصن الزيتون المنغمس في فوهة البندقية. أتى هذا الإقبال كرد فعل على ما تتعرض له عفرين السورية، وتميز احتفال التخرج هذا بعروضه العسكرية. نحن التحقنا بهالدورة هاي بشان نحرر عفرين من جميع أنواع الإرهاب. نحن مرتاحين بدورة كتير، وهي الدورة تضم جميع أنواع الفئات، كراد وعرض ومسيحية وشركات. واليوم آخر يوم الدورة. انضممت هذه الدورة، دورة 31، وقد تخرجت منها اليوم. لقد شعرت بهذه الدورة بمدى السعادة كوني واجبي وأنا ملزم بهذا الدفاع. العدوان على عفرين بحسب ما وصفه المقاتلون أجج جذوة المقاومة في صدورهم ليدافعوا عن عفرين والتراب السوري في وجه بطش إرهاب الدولة التركية التي تحت الأراضيهم.